طبعا يا شباب يلا نكمل على تخت النبي مرة تانية، لما لأنها قاعدة ده بتمشي مع نفسها، بعد كده بيمشي ورايا. مش حاضر؟ اهو لسه قايله الكلمه اهي. اقول لك انا فين؟ انا وزه. خلاص سكينة حلوة. طب التليفون فين؟ 35. ايه اللي حصل؟ 35 ايه؟ البتاع اللي هو المحصول ده محصول ايه؟ اللي هي اللي اولها اس ولا اللي اولها او؟ معرفش. تقريبا انا كنت معاك 25 ومش فاكر. هو سايلك ماما وتاني. طب انت لقيتي اي بوابة؟ بتاع دايما اقفي، خليكي واقفة ماشي. انا بحاول اموت حد بس ماشي عشان تاخدي فلوس. يا ابن النصابين، في واحد خد في واحد ابن حرامية خد كنت عايز اقتله. في اللعبة دي كل الناس حرامية، فاعتمدي على كده. ينفع تطلقيني في المدفع بقى؟ اي حد يا جدعان يا جدعان اطلقوني في المدفع. في عيل جبان مش عايز يموته، ده ايه القرف ده بقى؟ ده انتوا عيال والله رخمة صحيح. ده ايه ده؟ طب حرام عليكوا، ده انتوا عيال. هو انت فين؟ انا ما اعرفش انا فين اساسا. ما تعرفيش، هو انت ما تعرفيش نفسك؟ هو انا بقى ليه؟ بتوعي ليه؟ انتي في الهوا على فكرة. اللي بتوعي ليه؟ بتوعي لانك في الهوا. هو في حد في الهوا مش بيقع لتحت؟ اوكي طبعا بقى يا جماعة، هي دي اللعبة يعني، تكون عجبتكم. مريم